ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجدي ليوم الاحد 7 نوفمبر تشرين الثاني 2021. الاعتماد هو شيء تكرهه، وعندما يتم فرضه عليك يصبح اسوأ. دفعتك الظروف الى طلب المساعدة من شخص معين قد يكون قريب جدا منك، لكن فكرة انك ستظل ملزوم طول حياتك هي فكرة متعبة، ولكن لا توجد طريقة يمكنك من خلالها المساعدة في هذا الموقف، لذا ابحث عن طرق يمكنك من خلالها سداد ديونك. عاطفيا، اليوم ده تغلب على مشاعرك والقلق الشديد. في ظل هذه الظروف لا يمكن للمرء أن يساعد في تقدير يد المساعدة، ولكن عندما تبدأ في التفكير أكثر من ذلك تبدأ في الشعور بأن هذا فخ ربما لا يمكنك الخروج منه أبدا. بعض الناس لا يساعدون أبدا في توقعات العودة. برج الجدي، لذا ركز على الصورة الأوسع واستمر في العمل الجاد لتحقيق أهدافك. مهنيا، عزيزي الجدي، إذا كان عملك يسير بوتيرة جيدة فمن المحتمل أن يستمر بنفس الطريقة في الأيام القادمة. مع ذلك، إذا تركت وظيفتك مؤخرا فقد يكون يوم اليوم محبطا بشكل خاص. إذا طلب المساعدة من شخص ما ليس بالأمر السهل، من الرائع أن يتطوع صديقك لمساعدتك، ولكن إذا قضيت وقتا في التفكير في الأمر على أنه عبء فقد يفوتك عملك. صحيا، اليوم حقيقة أنك تشدد على شيء مهم حقا تؤثر سلبا على صحتك العقلية. تشعر أنك مثقل بالعبء ولا يمكن لأحد أن يشكك في مشاعرك، لأن لديك كل الأسباب الصحيحة للقلق بشأنها. إذا كنت تعتقد أن التحدث إلى صديقك يمكن أن يساعدك في التغلب على هذا الشعور فعليك أن تفعل. يمكنك أيضا تجربة العلاج إذا كنت تعتقد أنك بحاجة لمساعدة طبية. توقعات السفر، لا يكاد يوجد أي مجال للسفر بالنسبة لك اليوم، ومع ذلك يمكنك العثور على صديق يأتي لك بفكرة جديدة رائعة لتوسيع نطاق عملك الجديد. يتفهم الصديق مخاوفك وقد قطع شوطا طويلا ليجعلك تشعر بتحسن قليلا ومرتاح لإمكانية تحقيق ربح في عملك. هذا الشخص جوهرة. نصيحتي ليك اليوم، يجب أن يكون نموك مصدر قلقك اليوم. نصيحتي للعزاب، يمكن أن يكون الصديق العزيز مفيدا للغاية. نصيحتي للمرتبطين، عندما يكون يد المساعدة حبيبك فإن الفهم لا مثيل له. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.